عايز فلوس، اكلم مين؟ اكلم مين؟ اكلم عمرو دياب. الو عمرو دياب معايا؟ اه حبيبي الله يعزك، كنت عايز بس 50 جنيه لاخر الشهر يعني، وهرجعهم لك والله العظيم. راجع نفسك وفكر قبل الزعل ما طب انت معاك اي فلوس؟ طيب يهمك فين يا عم؟ خلاص انا غلطان اصلا اني اتصلت عليك، انا هكلم تامر حسني برقبتك. الو ايوه يا تموره، معاك 50 جنيه بس لاخر الشهر لاني مفلس. وان كنت مفلس خالص خالص.